بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. أيها الإخوة والأخوات، موضوع حضرتنا عاوة سيدي هرب الله إعلامي وحوي موجبات اختلاف فتوى العالم، موجبات اختلاف فتوى العالم. نينك علماء فتوى ذي سوء إني كلا دواناتو أما كلا قدسناتو محاك أنا هي لها واجبية أما أسبابتها كنت هي أنكه لنا تاريخ دمانتا وصدح ذي بشه شعبان كنا أفر بقول يسود إن لحدي هجرية هو فقسن تقريبا صد لواتني يكوي بشه شنات لوضع كوني شني يتوان كميلادك وحاعدوا بطوايا هندم بي ضد أن فهم كرين فتاويد علماء هي مواقف توضا إنه هو استعمالان فتاوي إيهو مركع إيهو أركان أما مواقف إليه وإسكهر ما نيسا إنه مركع إيهو استعمالان إنه علماء ما قعوذ كدلان أما إسكو ديان با إنه كدران أما إسكو ديان إنه كدل عيان أما إسكو ديان وحلو يقانو إسقاط الرموز ayagoo markaa muujinaya in mawaaqiftan iyo fatawidan iska hor imaanaysay ay tilmaamayso ruuxu inuu ama dana kale gedisan kalahaa oo niyadiisa la tuhmay ama laga yaabo inay u isticmaalayaan inay yidhaahdaan ruuxaasi waaba jaahil oo aqoon ma leh ama laga yaabo inay isticmaalayaan inay yidhaahdaan waa ruux maalinba meel taagan سيادة مثلا مرة بضن أدر كيسو فلان بين اليوم والأمس هبل شلي يمانت شريف عبد النور شلي يمانت شيخ عمر فاروق شلي يمانت شيخ مصطفى شلي يمانت محاكي تشير وركا علشان هو ورد ضن له ووقفتك لقدسا هي فتاوي ذاك اللي قد سن إنك علماء ويالن كرو أما كسوف ولا ما يالن كم نقن كرتا أما ما كد ألن كرتا هي بها على دون ين لو استمع مر مر كقار كود واحد كدرن بال الصبين يا يعني دين حمدا هيو دين يريد هي ماشي دتك قادي هذا الك نينكا علماء ده يا هذا الذي سي لصوت شرشرية أظن كماشة وكتيرة هي السياقيس وحكو الرية هي وحك كذب بيبا معنيه سوف سرية مال بو هذا الكوكتيرة ماشي سيب على جسوا جوينيا مركز السجوا قاون ودرك لقى فري بامرك على صوت ورية معنيه أو نكن علماء أول شيء معناه أنهم باك صباحي لأنه يفسر لها يعدين لها ولم بلغ صوت شري وواحد لو يقانو سباق هي اللحاق أما السياق هذا الكلام هذا هو معنى فسر يا وشيدد يعدين وامدى علماء كم مثاليا سيدا مثلا فويل للمصلين وكله نبا إن تجي فويل للمصلين آية دازون قتجي كذب نور ركوعي هلاك وحى إسكال قوة كذا بل تكنا مركا صلاة دي وبلوها هلاك سمايا بمعنى هذا أن أنت ضمر عن الذين هم عن صلاتهم ساهون هي وحى كذا بيه هذا الراعين
oo fasiray oo cadeynay oo kaliya soo goysa un fawaylo lil musallin macnihi ilahay ula jeeday macna ahna in baa soo baxay laana hadal wada socdu ah waxa la mid ah mesela ina tilaahdo akhrido aayad quraanka kamida qayb kamida inna allaha thalithu thalatha bat ya ilahay sadax bu mid ka sadaxeeyay war waa gaalnimo waran quraan baan akhrinayaa bat hayta gaalnimada sheegis ya inna allaha thalithu thalatha quraan baan akhrinayaa bat yaat waa sax quraan baan akhrinaysaa laakiin saad hadalka u soo goysay wuxuu faa'iideynayaa macna faasida oo gaalnimo ah hayla aydu maxay ahay لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة هذا مركز كجويسو لقد كفر الذين قالوا أنت هذا شرط وتقبل لو إن الله ثالث ثلاثة ماذا وحلي مش هذا الكهل الإسلام هذا المركز سيدي سواء سيدو قوة الصعدة ومعنى كفى إيدينية هذا الكهدو لازم يهايو إسوته ومعنيهسو اسكو خيرن يحي اود كلا جيرتو معنيهي عيدي تيري اي ولا جيد معناهي با كسو باهي اد بي او بدنت هي او برنامج كا دد با كشقيست هادلدا اني جرجران كو غويا مركله waxay sameeynaan oo iyada lafteeda noocaasa hadalkii u soo jaray iyo mid kale oo soo u soo jaro meel kale ka soo jaray ayuu isku dawaaraya sida harqaan loo halkay mid darsi tafsiir uu ka soo gooyay mid darsi xadiis oo la akhrinayo uu ka soo gooyay mid muhaadar uu ka soo jaray hadalkii uu soo googooyay markaasuu isku kabkabay wuxuu ka dhigay marka sidii hadal wada socdo hal mar ruux uu yiri oo kale macna marka waxa ka soo baxay khariban waa karkar weeye macna wuu karkaray xagga jar xagga jar xagga sugu ya adiga wax weeyaan mar aan islahayn markaad karin yarba meel ka soo qaado oo jeex yarba meel ka soo qaado ood u geyso harqaan la oo isku karkaro soo wax fool xun ma soo baxay marka karkarka noocaas oo kaleeta ana waxa la yidhaahdaa batsri iyo lasqi iyo waxa loo yaqaanaa muxuu ahaayey loo yaqaana macaanidaasa loo yaqaana marka ayadana waa usluub ay dadka qaarkood sameeyaan oo hadallada intay isu jarjaraan kadibna macno iyagu marka ay rabaan inay u isticmaalaan tabcan waxaynu fahmi karnaa xirfada noocaas iyo shaqada noocaas dadka ka shaqeeyay dad diin badan ma ah dad alla ka cabsigu aad ugu yar yahay way diintooduna aad u dabacsanta ayeli in yar oo alla ka cabsiyo diina haddii ku jirto wuxuu ilaalin lahaa al-amaan al-cilmiya wax la yidhaah ruuxan ama necbow ama jeclow ama gaal ha ahaado ama muslim ha ahaado ama dagaalsanaada ama heshiis ahaado laakiin amaanada cilmigii waxay keenaysaa hadalkiisa sida uu yahay u soo guuri kitaabka waxaad ku aragtay siduu yahay u keen ha jarjarin ha googoynin ha ku ciyaarin amaanada keenis alamaana alcilmiya ruux mar hadduusan amaano lahayn marka diin ma leh waxaa dheer intaas oo u badan tahay ruuxu ha waraac waay markaa ujeediyo qasad ayuu kaleeyay inta badan qaab noocaasoo kale abay ku timaadaa walow waqtiguba iska yahay hadda aan joogno waqti sidii soomaalidu dhihi jirtay cariya hadlo oo nabad gala waa mathal soomaali cariya hadla oo nabad gala mid baa wuxuu yidhi ilaahu roobna sii mid baa aqoonsaday ba ilaahu roobna sii war maxaad roobka u qoonsanaysa baadidaydii luntay baad rabtaa inuu roobku raad gado baadidaydii shalay luntay yaad rabtaa inuu roobkan aad dalbaysahay eed codsanaysaa inuu raadkeedii baabiyo anaad ii dan leeda tayib marka yaa hadloo baxsado wa
زمن كهذا زمن صنوع عاسيس كه هذا ما خير شيء شر شيء ما بحسنيس وحيو أكتهاي تيو نينك شاعرك كجبيه أبيادا زمخ شري بالله تيريا أو كتب تقارك الله تيريا وحليه هاي إن يسألوا عن مذهبي لم أبيح به أكتم كتمانه لي أسلم فإن حنفيا قلت قالوا بأنني أبيح الطلا وهو الشراب المحرم وإن مالكيا قلت قالوا بأنني أبيح لهم لحم الكلاب وهم هم وإن شافعيا قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم وإن حنبليا قلت قالوا بأنني ثقيل حلولي بغيض مجسم وإن قلت من أهل الحديث وحزبه يقولون تيس ليس يدري ويفهم تعجبت من هذا الزمان وأهله فما أحد من ألصن الناس يسلم وشقوي هذا قيب نوع ولو قاركود إليه المذاهب تيبو دوري ومحوها عرضوا السكر غايا لكن دنبوا لي قاركودا وحولي هاي إن يسألوا عن مذهبي لم هذا مذهب كيغي إسوي إيوي ديان ومحاكو مذهب إدهان ما عضينا يقول لم أبوح به عضين ماي وانقرصن بويل محايا لئينا انقرصده بأن نبت قريدة إذا كنت شرتابه هذا المذهب كي يقشكت دي نبت قلي ماي ساس در الوحي قوى اسكي قرصن يابو مذاهب تي أفر تهابو مركا إياه يسوت تري وحوي هذاني لا هذا بولي حنفي بانا وحي إليه ويقو إيضيني ويقو عايايا إنا بنيه شراب كالي لاذا الطلاق والنبيذك نبيذك هو شراب لقصي وخمروبة وخمروبة مركب وحا برنية مذهب كحنفك مركب حولي هذان حنفي بان هاي له وحي إليه النبيذ باد برنيسي أسونا هو شراب كي حارانتا مركب وح خمرو ياك بادني وضدك أو برنيسي بيقو إيه ذا ينبول هذان حاني نبي فين واشك تو كنا بتقلي ماي هذان مالكي بان هاي لهانا وحي إليه هيلب كأيجاد بنيسا. إلين مذهب كمالكي جاء هيلب كأيجو نجاسة معها أيجا كتور. وحلور هبي علك هلا وايل لكن نجاسة نبا ما. مرك هداي هذا مالكي بأنا هاي نقول أنا كب حسن وحي ليهن. أيجا هيلب كيسو أكتر هذا بن وكبنا يو هيلب كأيجادات كأوبنيس. بحسن ما أيضا. هدان إلى هذا الشافعي بأنا هاي نوحي إليه. أبيح نكاح البنت والبنت تحرم يا إن بنينا يو قبرنا أن دلي إن نقول سنكرو تاين حرام تاين وإسكعد معناه وحو كوضة شافعية دا وحي قبان قبرنا هذا قبرنا بيها قال لغا أبوري زينة دا كودالت حرق لآن تا كودالت لكن بيها قال لغا أبور إن أجنبي كاتب قال مركب وحيل ما دام أجنبي أي كاتا حرق قابك هو قوان كرا وأبد جورسن كرتاو وملها ماذا في الشافعي قال لقنا لا عيب مركب وحيل يضان هذا الشافعي بأنا هينا ماشي وحي سوق قبنا هيا وحي ليهين قبرنا هذا إنا جورسن كرتاو قبتا وشافعي جينا كوب أحسن ماي هذانا هذا حنبلي بأنا هينا وحي ليهين بوري ثقيل حلولي وأنن علص وحلولي إلهي يخلق جيزوين يسكن حشيران بعد قبتا بغيض باته نيل النعبيه مجسم وإلهي شركة لغاية حنا بلده علماء حنا بلده وعلماء أبنى صفات كإلهي السقوة قوليها أهل الكلام كي أهل الكلام كي فلاسفة إيه مركة يعني صفات كل السقوة تجسيم إيه وحي كنت البام يتشيرين حلولي إيه وحاسي كنت البام مركة إيه دينا كوب أحسن باي بل حنبلي نمي دينا كوب أحسن باي وإن قلت من أهل الحديث وحزبه أفرت مذهب منا ما هي أهل الحديث بأنه أنه حديث كان راعة حزبك حديث كان كثر سنة أهل الحديث هذا أنت أصلاً هون حق أو عرنا وحي إليه من تيس وأرقي ليس يدري ويفهم وحمقه وحنا ما فهمه ومحدثين تي علماء حديث كانوا حيكو أيدي تيرين وكل العين تيرين محدثين تفقه ملك وحما فهمه
حدثنا إيه حدثنا إيه هبل إيه ما قاعد يبي تريا ما حي بحكي فهم ما هو بانسين مركا حديث هذا شيء كتير هل الحديث نقول بحسن ما يوحي إليهن وأرجع ما حبك لا أوجي وحي خاتم هذا تعجبت من هذا الزمان وأهله وعن لي يا بيقول دتك الزمن كان نور زمن كان يأهل كيسان لي يا بيقول فما أحد من ألسن الناس يسلمون ما تشير هل روعة وضدك عرب كوذا كبد بادك سمارت قد كهد كشاب عدر والوقدبت هاقين حنفي قل والوقدبت شوك مالكي قل قولك ودوحيزت شافعي قل ميدوك وحيزت أهل الحديث قالوا إسقاط حب حيوق ورنبه حنبلي قال والو هايست أهل الحديث قال والو هايست فنان كان إسكمر هذا دونتو عام إسكنو ما نيمبا كديني وح مرك إسدين هي ما تشرو إلى صفك وقدم بس حنيا لسجيد ياو وقت كان مرك اللي تشوا وقت النوع عاصو وح عرب كضد ككنا بتجلي ياو إسكير لا خيار تومضة ولا علماء دواوين ولا محوق هاي حكرت كده عيد وحكنا بتجلي سه أي إسكير. مركا يدو الزمن كوسا إسكير هاي. أي أحد أنا وحويان أي ضد هذا وظيفة النقطة. أرنت أنت المان. أنت إن مركا هو يوجد قليل موضوعة. وحندور إن دائما كلا صارنا بين الحكم الشرعي والفتوى وبين الفتلة فتوى والحكم القضائي. صدح رموت باك الأشياء. حكم الشرعي هي فتوى هي قضاء. حكم كالشرعي قاوح الإدادة وعبارة عن حكم الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين وحكم كالله إيه كسابسا مكلفين تأفعال شهودة إيه أقوال شهودة لغن كوضو كسابسا يعني وحي أضمض الصمين يعني حكم كالله كدتشي كليه هي أيال لها الحكم الشرعي وواجب مثلا وحرام بالقليه هي والسنة لقوليها واحد صميسي ومحوها مكروه بالقوليها وجائز الطرفين ومباح بالقوليها يعني إلهي حكم كيسة قرآن كأي السنة كوية اللي وكدتشي وقلت لك لي بني آدم كاس أي اللي هذا الحكم الشرعي كاواس كعدي فتوضى محل اللي هذا فتوضى وحل اللي هذا بيان حكم الواقع المسؤول عنه بالله يعني أرين نك علماء اللويدي وأوكتش وابي وبياني حكم كير أي واحد لهذا فتوى لهذا فتوى لهذا بمعنى فتوى ومسألة أنت بدن سؤال كنت ماذا جوابت يديوا مركوا قضية خاص وأرين جونية حكم وكجاري يتشواب وكبحي إن العلماء أبا وحل إلى هذا فتوى لها سيدا بضن مركا حكم كشرعي هي أدو مدى أفعاش وضو سيقود وقو تعلقا أيضا لفيرينين واقع معين وحكم كاسكو حريني صلاة دو واجب خمرض وحاران محوة هاي الزند وحاران حجك وواجب وأحكام عام وإنت بضن عموم كاسكو تعلقا لكن فتوى سيدة بدن سيدة غالب كا فتوى يضو حكو حرنتها بواقع ما واقع قوني أي مركز صارنت شخص بيكو صابسنتها كوح بيكو صابسنتها ميل بيكو صابسنتها دعدة قوني بيكو صابسنتها فتوى حكم قود ما هي وحكم ميل لساري وحكم ميل لساري إنك استوى مرمارك قاركود مدمت كلمة عليه سكو إيمان أيوه مركو يكلا دوينهن، ويكلا دوينهن يعني فتوى ذا نينك علماء ذا هو بحيي، أما مفتيه بحيي، حكم كي إلهي لا مديكره وحكم كي علم وحكم كي شرعه، ليش؟ لأن نينك علماء ذا مثل هذا اللي ويدي وفيري وحبال لقو منادي وحي لقو منادي بوكيري. صحنا ونقن كرا خلطنا ونقن كرا لكن حكم كإلهي مرنا ما خلطنا حكم كألا مرنا اسم بدله لكن فتوضا ننكحوا لماذا مر خلط بين نقن كرتا مرنا صح بين نقن كرتا فكوا يعني الجواب كسابسا نازلة معينة أما واقع معينة أما روح معينة أما كوح معينة
جواب كسابسن ودينت أي واحد ليه هذا فتوى ذا ليه هذا واقع معين كسابسن إن كلا دوينه إنه واحد كقرن إسا حديث كالإمام أحمد مسلم يترمذي أي صو صارين نبي جوحر صلى الله عليه وسلم وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. نبي يقول صلى الله عليه وسلم حداد ضد قال والدقال إذن كان حيو ونفيس كتيرة آد اسويرك كقبط ودسكوري تسان ودمدد الجوكتان وي أقرادان إني إسليبان وي كاعد صدان دردارن كان نبي حسين شري ماذا حدا عيدا ماذا هو قامينيس يعني أي دردارا مدو سين شري بكمت مركي عيدا بحيا ما عيدا يرو سريعة أما عيدا وي المركو بحيا نينك هو قانك يعني أبان دولها عيدا كهو قامينيا أما سرقالك عيدا كهو قامينا يور دردارن كان سين شري نبي صلى الله عليه وسلم وإذا حاصرت أهل حسن ضد ميل شوغا هادات دينا عيها كمرتوض هاري ريسان وقال دي ألد دي قال لميسين وي مر كادل بدان إن آد كد تشيس إلهي حكم كيس أي كردهان إلهي حكم كيس نقوقات نبي محمد صلى الله عليه وسلم حكم كإلهي كد تشين لكن محاد كد تشيس حكم كاقا كد تشين ياه محايا لي قرن ميسيد هذا دي لاي حكم كيسو كده جيسو ما أصيبي دونتا ميسا واد خلدا من دونتا ما قرنيس حلقة يا وينا ترى هذا حكم كالله نذن كو قاضي يا انتا ترى برينا حكم كي أدقر مرتو إلهي مركي إنا دي أتكاك شيء خلق ساس دراد دي أديق حكم كاقا كده جي وحاد ترى هذا إسليبا أنيقا سيدا إلا قمان إذن كي يليا لكن كالله تدكا كده جيني هذا ضرب الله قادك الله أن يقول دشيني هذا نكية الله أتجر مرتو هذا مركز واحد خطر بعد جليس مركز واحد كله دون حكم كالله عام كأ هي حكم كأما قاضيك أما مفتيك أما نينك علماء مجتهد كأو أرنتك قاضنا أي مر وافقيا مرنا ويكل دون أنكران ويكل أجر مري كرتا مركز هذا هي شد إلا هذه كرتا سداس درادد حكم الله وحكم كعام كاسم بدله مفتيغة فتوى دي سنة وقضية خاصة تاسع حديث كنت المامية وحا سيدو كلام مضان إنا كلام يضانا أينو عدينو محا قد حي يضانا قضاقة يفتوى ده أما حكم الحاكم يفتوى ده محا قد حي علماء دور فرق بيشيغة فرق يكو بادي وحا ويفتوى ده أود ما وضطه لكن قضاقه أود بوته قضاءك عدة قاضنا يسقوا أن كوانين قاضية والدولة هي أود كذب بيسو وحكم كيسو ولازم يح صوما حكمت به تكتي قربت جيستي حكم بالوجوس صاري حكم كقضاء بالليل هذا أود بوطاء لجوف ليه والدولة بعد دبتها كقضاء بالليل هذا أما فتوضو أيده أود موضته لازم يسود دتك كل لازم يس. من العلماء دتك توحد الشيخ سيدنا يا سيدنا وحب شرنا بالكورة الحكم قوى سيدا سوق يدي. هذا قاضته وخيارك هذا كتكته وخيارك وذاتك أنتو كنت وقع لحبسك وقليل ماي أسكرنا كوجي يدي ماي. صوما مرك فتوى ملأ إلزام ملأ لكن قضاءه وحوليه هاي إلزام بالله صوم فرق كاسو بحية. فرقي قال بعد أود حي وحويان سيدو كله فتوضو و يعني حكم عام واه وشريعة عامة بليلا وعدة جواب تالسي هي عدة كستور لم يدو استجو كلوت سؤال شاسو كلوتة حكم كوي وضع قاضنا يا صوما لكن قضاءه خاص كوي هاي يحكم كقاضي كيس خاص يقوني كوي كيس كاسو وكيس باري وكيس كباران دغي وكيس مدباري وكيس رادي كيس كنوع عصو كلا كليه بيكو سابسنتا حكم كيس ميل كلا أمك قد بكرو
كوكالا هدو ايما دو اينو باريس عصوب سمي لكن فتوضو ايادو ويكاقو دو وين تهايو مركو ننكا علماء دا سؤال ويديو او فتوضا بحيو فتوضو ويكاقو دو وين تهايو سؤال باد ويديس وداد كواحة الرشيخ هيلب كقيلو ويسادا ما تشبيا واج تشبيا بو كويل فتوضا سيما عدي لو تشوابي بسا اسكالة يا بس ننكا صو فتوضا مقلو كوقا عاقا دني فتوضو مركا ويكاقو دو وين تهايو قضاء لنكا مركا لفيري وحكم القاضي ayaag markaasii ka ka muxuu ahaay ka urursan adigu furuqda nooca soo kala iyo farqiga saddexaad oo kale bay u yeelan culimadu taasi marka wax weeyaan wa bayna al qada wal fatwa saas taradeed qadayaadka khusumaadka dadku isku haystaan fatwa ma galaan laakiin qada bay galaan ama waa in sulhi iyo tahkiim la galo ama waa inay qada aado islaam baa ku timid ninkeedii bay ka sheeganaysa waxay ku leedahay sheekh ninkan masruufkii ma siiyo xuquuqdii goosha kuma haysto intaa wuu igaraaca muxuu ahay wuu icaya muxuu ahay waxaas uu sheegay markaasaa waxaa tidhi waa daalim daalim dhalay waa daalim maxaan sameeyaa sheekh maxkamadda dagoo iska soo fasa war waad khaldanta masaladani masaladii fatwada maaha سلدني ومسألة القضاء يعني وحي أوبا أنت هاي هو أنت وحي شيغان إذا ضد بي وحكا شيغان إذا خصوموي وحي أوبا أنت هاي إن لدغيستو أساقي الله يهرو لرّاديو كيس كلاقا بارانتكو عضيما لرّاديو مركا كدي ورك يدو أما صحبو نغن كرا أما خلط بي نغن كرتا وذات كين يكون مي سيسيبا دعكر وبالتالي وحبا كوصو دعكر مسائل الخصومات هي مركه فتوض ويكلا دوينتها مجال كي قالان حتى واكلا دوين مرر بغان بعد دوت كسكو خلدان ويسيقى قصنت انت كدب وحقيقة نموضان هنين وحي رسطول تاقنو فتوضا مركي اد مسألة دينية وكتش وابي ننك علماء لابا الرموض بسامين بيكولي لابا الرموض السامين تاكولا ميدي وحويا وفهمك شيء قال ويديي وفهمي سيدو وفهمي واقع وحكومة يكتش وجواب تكبد حين يو قابك وفهمي هي سيدا وقلي سامين بحكم كيس كل هذا أرنت الله هذا سامين تكل وحويان وأدل الذي شرع أهيد هي النصوص تي هي مسألة لو يدي وحي قصة أروى كتب تكقرأ لوضع دينعبا مسألة لوضع والسامين كله لوضع دينعبا سامين بكلهم فتوى ديس وامد أولي هاي الإمام ابن القيم عليه رحمة الله ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم بود يعني ما مكان سنكره ننك مفتقة إيا حاكم كتونة ضدك حكومة يقاضيك فتوى دا. أما إنه حق حكومه أما فتوى الصحة إنه كسوف شو إلا إن لبن نوع فهم ككم إذا لقاه لموي لبن نوع فهم ككم إذا مركي الصح مان أيا حكم كيسو هدو قاضية هينا صح نقون كرا هذي فتوى هينا فتوى دي صح نقون كرتا لبدا فهم واقوي وحول أحدهما ككوباد وحوي فهم الواقع والفقه فيه واقعا فهم كيس هي فقه كيس واستنباط علم حقيقة ما وقع وحن دعي الجويدين يو حقيقة ديسة إن الله صوب بحضه أدرى ديسه سيد كرى ديسة بالقرائن والأمارات والعلامات حتى يحيط به علما وحن الجويدين انت أظن جواب تبحنن وأظن آياتي حديث أرادنن أقواش أهل العلم انت أظن رادنن وحن الجويدين هد سيد فهمت يا فهم كآد فهم تيبا حكم كوكو حرين هدي فهم كوكو رق الله عضو قطعا حكم كآد صواب بصاري سيا فتوى ذا دلوق الله عنيس هدي أرنت فهم كذي حيثيات كذا صفي عن أدو فهم تصلي تهيو فهمتنا تلابا دي لابا با مركا كول لابا ساسوي معنا دين عاصفرت وقدين على قامار مانا ووردنك علمدو إلى هذان الحكم على الشيء فرع عن تصوره شيء قال له حكمه
xukumku wuxuu farac ka yahay suurada aad sheekada ka qaadatay. suurada aad ka qaadatay baa xukumku farac ka noqonaya. suurada aad ka qaadatay hadday khaldan tahay xukumku waa khaldamaya. haddii suurada aad ka qaadatay sheyga ay saxsan tahay xukumku marka xukumki baa ku laabay. nooca labaad ee fahamku waxa uu ibn qayyim hadalkiisa wadnaay fahmu alwaajibi fi alwaaqi'. waaqi'a aad fahantay ya waajibki uu lahaa. وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه أو على لسان الرسول في هذا الواقع حكم كألا وصوصار أما كتاب كألا كقرن أما السنة النبي كقرن صلى الله عليه وسلم أي واقعا أي حالة كصاب سن وإن أدمرك حكم كي ألا نهشو أدفهنت ثم يطبق أحدهما على الآخر مركو طاهر سيفي عبو مسألة دي وفهم وحي ألا كيري أما رسولك كيري صلى الله عليه وسلم وهلي labadii inuu isla saaro u baahay marka ha isku daboolo oo ilaahada masaladan suuradan leh aayadaas ku fadhida xadiidkaas ku fadhiya wajiga iyo qaabkaas isu waafaqayaan oo ugu fadhiya hadii labada mid uu gagara maro ama nusuustii baabad kuwa kale aad ama masaladii baabad suura xun ka qaadatay markaasi khalas ya waa meeshii soomaalidu ilaahadan wadaad loo masalo xumeeyay ايه وهذا جواب حمية وذات كادي مسألة اللي قوقة اللي عيو أستغنى الجواب حمبا كصباح ساسي معنا طيب قضب كاسي مركز سينا وقضب بها لنقوق أنه ساس درادت سامين بي أرين تاسي كولا دوحا كم إذا شيخ الإسلام بن تيمية عليه رحمة الله بسيطه كلا وحا وحا لقوة يدي تطار كان نمينك إلا ليه تشري إياد دقال كودي مركز أوحو أفت وضي نعم يجب قتال هؤلاء بكتاب الله وسنة رسوله واتفاق أئمة المسلمين بول تترك إن لا لدى علمه وواجب بول وحي واجب كتا إلهي كتاب كيس إيا سنة الرسول إيا أئمة إسوافقي دوضا إسكور راحين وركاس وحلو وهذا مبني على أصلين أرنت أصل الله أصل بي كتا كنتا يقول حكم كاس ومحوية هاي أحدهما المعرفة بحالهم تترك حال كوضا إنات فهمت تترك هذا بضوها يستبع ضد صالحين وأولياء إلهي عادي يا يعني الله لا تقال لهم زوجي وأولياء الله حال كود هرتوا عينات فأنت محيي إني من كني مبدأ أذو محيي هاي محيي كل رقمان بقان كود محيي عقيدة أذو محيي تاي محيي الصعدان معرفة حالهم وإن الحالة ضوض قرط طلبان وحي والثاني معرفة حكم الله في مثلهم إله حكم كيس يجوك له كيري أيدي يا حديث تقص أرورت يجوك له هذا نينات هشوا لبلا مركز إسله هشوا أيه وحقوس وبحية أود فهنتو dagaal koodi inuu waajib yahay marka waa labadaasi labaduba waa laga labada fahamba waa laga maro wada dhinaca mas'alada saameyn bi kulay hadaba ninka culimada ah waxaan arkaynaa in fara badan culimadii kuwii hore ilaa xilligii saxaabada ilaa maanta oo mawaaqiftoodii fataawidoodu kala gadisnaanayso ma aha laba nin oo culimo ma aha hal nin oo culimo ah baa ama saxaabadii ka mid a ama taabiciintii aimadii ama culimada hadda joogtaba waad arkaysaa mas'aladan siduu ka yidhi iyo siduu labadiisa labadan qaab ee isaga ka soo fushay waxay u muuqataa inay kala duwan tahay. ayib arrintaasi waa arrin jirta laba xaalayna leeda. xaaladda koowaad waa muxaadaradeenna caawa, xaaladda labaadna waa muxaadaradeenna habeen dambe. labadaa xalqay ka koobantay. xaaladda koowaadi waxa weeye labada mowqif ama labada fatwo ama labada xukum ee ninkan culimada ka soo fulay iskama hor imaanayaan. laba xaaloo kala gedisan bay ku kala saabsan yihiin. middanna fatwadii munaasibka ahayd buu ka yidhi, tanna ma fatwadii munaasibka ahayd buu ka yidhi, adayse isaga kaa khaldantay oo waxaad u qaadatay labadan arrimood ee labada fatwo ka soo baxeen inay isku mid yihiin baad u qaadatay. markaasaa waxaad tidhi wadaadka warkiisu waa iska hor imaanaya. iskama hor imaanaya, fahamkaagii baa khaldamay, adaa idraagi waayey, adaa gaadhi waayey, laakiin isagu iskama hor imaanayo. sax daahirka labadan arrimood ee uu ka soo saaray labada xukum ee kala geday daahirkoodu xoogaa waa isu yara egyihiin, laakiin xaqiiqadoodu waa kala duwantahay. asaguna xaqiiqadaa kala duwan buu ku dhisay xukumkiisa iyo fatwadiisu ay ku salaysantahay. adiguna waad idraagi weyday markaas aad u qaadatay inay isku mid yihiin.
طيب تاسي وين دعدا تاسي وين دعدا آفدو مركا دنكا مركا لغا فيريو آفدو وحي كصعوتا وأذيك فهم كاغا الشيخ مواقف تيسية فتاوي دي سماه لكن وأذيك فهم كاغا آفدو كصعوتا طيب صالي هذا سوق هذا النوع حديث دي نبي صلوات ربي وسلام عليه مثلا نبي ونول بصلوات ربي وسلام عليه صميد صوالي مدينشرين هذا النسي ويري ها ننسي وقادي سوما ننسي وفهم مرك فهم كاجيو أرنت قل ضمي بعض ربت أوداد كنا نتقوم معكتو هذا الحقيقة ده قاعد إلا هاي نوادو قال لا إذا أدوك خلدنت صلي على دوران سوق هذا النو حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث كوباد وحديث كعبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنهما وحيري كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء شاب نبي قال لتشوك نبي صلى الله عليه وسلم مركز واحد من دل يرى مركز واحد يا رسول الله أقبل وأنا صائم رسول كله يو مرن كذا أنا جو صوم من حاس كي كمرن كذا مركز النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا ما فجاء شيخ من أضيء الدقاي من مركبة مركز سؤال شلف تيدي ويت النبي صلى الله عليه وسلم وحول يا رسول الله أقبل وأنا صائم رسولك إله أنا صوم من حاس كي كمرن كذا مركز النبي محمد صلى الله عليه وسلم نعم ها يا روف يرسل وحول الصحابي فنظر بعضنا إلى بعض وانسفير فير النبي وانسفير فير ولا يابين لأن إيش؟ لأن الله بدل النوى وذا السومي سؤال شلو يديه نوى ميت نبي قلنا الله ويتشه وبدو كلا قد سنبو بحي ميدو حيوكو يري يا ميدو حيو يري حرون كني ميدو حيوكو يري رونكو صحابة دي واي يابي المرك ورسؤال شو وابا ميده نمان قلنا وقون ميدو وذا السومي هين معا نبي قلت شوابان كلا قد سنبو بحي يا نبي صلى الله عليه وسلم مركزه أركي إن إسفير فيرنا يا مركزه وحولي قد علمت لما نظر بعضكم إلى بعض وأنا أقاذي بالواحد سفير فيرنا يسا إن الشيخ يملك نفسه وضيقه وإسألين كرا وضيقه هدور دون كذو حال أبدون خرارات وإسألين كرا لكن ويل كان دلن يرضى هدور دون كذو حال أبدون إسبدش وإسماعيلين كرا سمعت تاسو كلاد مركا اركيسا مركاسا وحا ليدا هبل ما انت يا شلي وار ما ما انت يا شلي هذا وحسي وحكاي هنا يا ما هي لي نينا وحو كو يري ما هي حاسكا اسكا دونكو اسكا تاتاو ني لبادا او يمينا وحو ما ما تاتابن كرت لبادا مساله واكل دوانت هي لبادا نين با كلا دوان لبادا حالادود با كلا دوان فتوى كستنا وحي مناسب كتها ننك اللغو يريبي مناسب كتها يا حالة اللغو يريبي لكن أذا فهمي واي أذا فهمي واي وامت حديث كهسي وحصوص صاري الإمام أحمد ابن ماجه الشيخ الباني عليه رحمة الله وسقيا وحكم إذا مثلا إسلا باب كاكو إيمانيا أحاديث فربضان باكو حي كتب النبي صلى الله عليه وسلم إن لو ويتيي أعماش الله سمعيه تأقو فضي بضان إن أنا عمل السماء رأوا رسول الله عمل الله السماء كي أغفل لبضان كي إلهي أغفل شعلي مركز النبي قوح بحي صلى الله عليه وسلم شوابك لقدس أفرس مثلا حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين وحول النبي كان ويدي صلى الله عليه وسلم وحا أي العمل أحب إلى الله عمل كيبا إلهي حقي سلوك القعي البنين عمل كيبا ألا أغفل شيء أعماش مركز النبي وحول صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها صلاة أو وقت جيدا لقوتو كذا أيو إلهي أعماش أبوك عليه وحاني ريبوري ثم أي كيكو حيقة نبي قحور صلى الله عليه وسلم ثم بر الوالدين لماذا والده باري الله نقل أيها كو حيقة مركزان ريبوري ثم أي كيكو سي حيقة مركزان نبي قحوري الجهاد في سبيل الله جدك إلهي لقو جهاد وحوري حدثني بهن ولو استزدته لزادني انتا سو اي شيغه بودي حدان سي وي دين لهانا وي كوردين له لكن انا انتا كو غابصدي هذا هو فيرس عملك الهي اوو جعليا النبي ماركي لا ويدي مخو كو جوابي يا صلاه وقتي قد لو تكد
كيكو حيغة بر الوالدين كيكو حيغة جهاد. طيب حديث أبي هريرة لو يدي مركة للنبي صلى الله عليه وسلم وواحد لو يدي أي العمل أفضل عمل الله سمعي وقفوا ضبط رسول الله مركز النبي صلى الله عليه وسلم إيمان بالله ورسوله رمين للرمية الله إيه رسول كيسا عمل وقفوا ضبط حاربوا ثم ماذا كيكو حيغة كاس النبي يقول الجهاد في سبيل الله شدك إله يقول جهاد وكاس حاربوا ثم ماذا كيكو حيغة صدحية حج مبرور بول حج صح الله سبي. طيب مركلا لو يدي عمل كي أوقف لبضن صدقه هي مسكين لقودي يا سا انتظر في رسالتي ورمى حيه جواب عن كلك السنة سوما كلا دوانا اسكما هو ريمانا يا لكن ميد والبد حالة قونيو تكلك كدوان بيكو صاحب صنطة هذا قال لكن فهم كاقو انتو يرادو مسكح دادو عليدي انتا واحد دي مودي إن جوابهني إسهردين هيانو إسكوب عيان وإضراب يتناقض كده هاي فالغي يابا إني مسكح دادو الشيطان كو شاكي وحلي ابن حجر عليه رحمة الله أحاديثة كو إيماني سيجوابها كالقدسين النبي كو كبحيي عمل كي أقفض لبدا النبي كو كبحيي مركو كجوابه يوحي ابن حجر عليه رحمة الله في الفتح وجلد كالله صفحة سقالات ومحصل ما أجاب به العلماء عن هذا الحديث وغيره مما اختلفت فيه الأجوبة بأنه أفضل الأعمال أن الجواب اختلف لاختلاف أحوال السائلين بأن أعلم كل قوم بما يحتاجون إليه أو بما لهم فيه الرغبة أو بما هو لائق بهم أو كان الاختلاف باختلاف الأوقات بأن يكون العمل في ذلك الوقت أفضل منه في غيره فقد كان الجهاد في ابتداء الإسلام أفضل الأعمال لأنه الوسيلة إلى القيام بها والتمكن وقد تضافرت النصوص على أن الصلاة أفضل من الصدقة ومع ذلك ففي وقت مواساة المضر تكون الصدقة أفضل إلى آخر كلامه وعليه هاي هذا الكمرك الله صاروا ريو جوابها كالقدسين النبي بحية صلى الله عليه وسلم وحيكرد أنت هاي وحالا ديه كرا دتك سؤالها كان صدي لو جوابي أيا حال كودو كلا دوانا مركاسا عيد والبوحو أباهنا بو نبي قو أقو جوابي مدوال اسكوا فقصين هاي أعماش إنو إيمانكو أقو فضل بدني لكن إنت كلا مدبا وحوغا لغا يابو إن باهيدي سالة دو أي بدنت مركاسا وحالي ليه هاي سالة دا إساق اللو شيك مدبا وحوغا صدقة دا دن كيدا أساقنا صدقة دا اللو شيك مدبا حوق بدنو جيسي جهاد كان اللو شيك سوماري بمعنى وحالة دا كلا دوان أو بما لهم فيه الرغبة أما وحالة فيرين يتشوابها كلا جدسان كو إمانا يان مد والبدنك رغبة ديسا إيو تعيل كي سجيرو مدبا عمل بو أبتيدو هيا مدبا عمل كالصلاة أبتيدو هيا وتعيل كاسا لتعلي سينا مدبا دنك الصدقة وحوغا وتشيرو حولا هيا دنك كاسا لتعلي سينا أو بما هو لائق بها أما وحي مناسب كوا أما وحا دعي كرتا جوابه وحا إسو خلافين وقتك إس خلافسا ووقتنا رك دقال لما لوبها وحالي جهادك وقت حجك يبقى جوج حجك وقت مثلا باهيد درم باشرتو مسلمين تبقى قاتش هايسا وحال يريد عمل كي أقوف ذي بدن صدق على ليه مركا لأنه واحد تاغن باهيد هذي بقى تاغن جوابها كلا قديسان مركا وحيكو كلا سابسيين حالة كلا قديسان شخاص كلا قديسان هذا يقول لك مركا تصاف بيرز واحد مودي ورس كهوري ماني وهكذا تاسين هو مثال لبعضوه مثلا هذه كوي ما ده نن انتو ذنبيه قلي الهي نحريستي سكا قوست واختر كتيرا الهي ذنبي دافي مايو عذاب انان قلي وحقيقة وحن سمي باني سوق هاي محوء هاي كوبا دوبا انو يلا هذا كل اخر وحبكم مليهي انت انا ادون كتشوه ان شانس كي كفا يديش لأن الآخر هو حكم لهي
وقوستي نين نوعاسا كوي إلى التريب كوي ما حدو شيء آية دي عذاب كاد داود أقلس يا آية دي عذاب هي عقوبة يا داود أقلس ما مناسب بأمركا ور مناسب معها نصوص تماشى بك تسحمة لكن محوبة هي يا نصوص تي رجدة نحريس تي لها إني واسع تهي دنوب ترمان تهي إنو رافو إن تسود أو يسود قلبك يسا حقا أسو تشدو بهي سوما كان نوحو بهي كوكا لكوي وفاجر دنوب تكما وابتو وحوال بنا أو قصتا وحوال بو دردرا هذا نوحو كليه مركات الورسية سودا هذا نحريس تي لها واسع لا يتكستو بودر مدافعي معنا النصيب درد محايد يعني هذا دون ميت غورغورت كجنات كو غليا نو ها هلكاسو مرحي كام حد كو اخري الى تلي بو كيو مركاسا waxaa uu akhriyay aayadii naxariista iyo rajada iyo ilaahay inuu durubta dhaaf naxariista suwaasad wa tiil lugays maal raba kaaso kale in aad aadaa cadaab ku dusha ka saarto iyo nusus da wiidka xaaladaha kala duwan marka xaaladaha ninka faqiha ah ee fatwoonaya jawaabaya wuxuu fiirinaya xaaladda iyo waaqicu fiirinaya jawaabo marka wuxuu bixinaya munaasab ku ameesha uu dhigayo adigana waxaad moodaysaa war iska hor imaanay nasiib darrada ku haysata iyo faham xumada waxa kamid ah midalan oo isla qodobka galaya ada ismoodsiyey laakiin ma kala gedisnaba waaqiftu midalan laba fatwo iyo laba mowqif buu leeyahay ninka culimada ah muslimiinta iyo ku aadan dagaalkooda gaalada ay kula jiraan mid kamid ah wuxuu ku saabsan yahay dad muslimiin oo tabar lahayn oo awood lahayn gaalada ay kula dagaalamaan oo isaga celiya markaas wuxuu ku yidhi inaad dagaalantaan xaraam bay idinka tahay sabra dacwada faafiya tarbiyada wada istiyaariya isdhisa laakiin dagaal inaad qaadaan waa xaraam gacan inaad ka hadashaan waa xaraam qolo kaloo awood leh oo xoog leh oo wax iska celin kara ayaa arrintooda la weydiiyey wuxuu yidhi waad fasaxan tihiin gaalada iska celiya intaa sababooda wuxuu yidhi qole heblana wuu fasax qole heblana wuu ka diiday shalayna sidan uu yidhi maantana sidan uu yidhi ya shalayna sidan uu yidhi qoladana saasuu yidhi qoladana sidan uu yidhi waa wadaad warkiisu dhan iskaba hor imaanahayo war ma ahe xaaladda kala duwan fatwada uu qoladan siiyeyna nusuus baa ku fadhida oo waaqicoodii xaaladooday munaasib ku tahay fatwada la siiyey fatwada kuwan la siiyeyna nusuus baa ku fadhido xaaladoodu adilo khaasay leedahay marka qoladana deli adiladii munaasib ku ahayd waaqicooda munaasib ku ahayd buu siiyey qoladana adiladii waaqicooda munaasib ku ahayd buu siiyey kullina waa adilo sharciya iyo mawaaqif sharciya wa adigana waxaad u qaadatay wadaad warkiisa iska hor imaanay mithaalan soo qaadanno مثلا جهينتا جيدينتا جهادك جهادك مركي اللي جيدينا مراحل بو مراي ابن القيم باسوك وبي عليه رحمة الله وحير كان محرما ثم مأذونا به ثم مأمورا به لمن بدأهم بالقتال ثم مأمورا به لجميع المشركين وبين داب أفر مرحلة مياه dagaalka iyo gacan in laga dagaalamo marbuu muslimiinta xaaraanka ahaa waa xilligay maka joogeen ee aynan awoodda lahaynee tabar yaraayeen hadday gacan qaadaanna dhibaato loo geysanayo la baabi'inayo xilligaa waxaa la yidhi xaaraan buu dagaalku idinkeeya kufu aydiyakum gacmaha laaba joojiya sabra wax kastoo idinku dhacdo markii dambena ma'duun buu ahaa markay makad madiina tageen oo dawladdii nabiga sallallahu alayhi wasallam aasaasay marxalo waxay mareen xataa aan weli aan lagu waajibinin laakiin loo idmay marxalada saddexaadii waxay ahayd ma'muuran bihi liman bada'ahum bilqitaal ciddii dagaal idinku bilowda iska celiya laakiin idinku waxbaha bilaabina marxalada afraadna waxay ahayd waa marxaladii ay suuratu tawba soo degto la xoogaystay oo awoodda la yeeshay waa marxaladii lays amray
oo gaalada la dagaalamo la yiri kaaf marka xubaan la kala reebin maraaxiishaasi sidaa loo marinayay ma bilaash bay iska ahay ya bilaash bay ahaydoo yani wax wey wax xikmada kuma salaysnayn miya xikmad bay ku salaysnay marxalad kasta waxay ka turjumaysaa waaqicii muslimiintu markaa ay ahaayeen mar tabar mayna hayni xoogaa way yara awood bay yeesheen way xoogaysteen dowlad bay noqdeen way adkaadeen marxalo kasta marka xugu munaasiba loo dejinayo tayib su-aal baad isweydiin kartaa oo sheekh hadday soo degtay aayaddii ahayd faqtulu lmushrikiina xayu wajadtum aayatu sayf gaalada meeshaad ku aragtaan ballaayi hadday soo degtay warka hore iyo wixii hore dhasoo lama nasakhin waaba la bedelay ya waa la bedelay waxaan dagaal ahay inooma furne haddaad tabar yarta iyo haddaad tabar banta iyo xoog leedahay haddaad xoog lahaynba aayadu sayf baa meesha taalla warkaasina war horreeyey waa la bedelayba waa laga dambeeyey ma soconayso masaladani waxay ku xidhan tahay cajsiga awoodda qudrada istitaacada tabar yarida bay ku xidhan tahay sheekhul islaam ibnu taymiya caleyh raxmat ullah نقول بدن باجرت لكن سي وقت و فايديسنو نقلي هل نقلي بان سو غورينينا و خولهي فمن كان من المؤمنين بارض هو فيها مستضعف روحي مؤمن اه مؤمنين تكم بدا او كنول دول لغا خوغ بدن يه او كو تبر يريه او في وقت هو فيه مستضعف اما و خو نول يه وقتي وسن اوديه تبر لهين لغا خوغ بدن يه فليعمل بآية الصبر والصفح عمن يؤذي الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب والمشركين مركا هكو عمل فلما دام أودي تبرو سنهين آيادها إلهي أوليهي إسجد سدا الصبر سكد القاتا يا يعني عنها قادنا آيادها مركا هكو عمل فلأن أود مهيو يا marxaladii maka oo kaleeto iyo awooddiisu markaa dhanta marxalada maka oo kale markay awooddaadu dhan tahay nusuustii istitaacada meesha imaanayso fattaquullaha ma istataactum idaa amartukum biamrin fa'tuu minhu ma istataactum awood bay ku salaysan tahay awooddiina lama hayo markaasi wax weeyaan aayadaha safxiga iyo sabirka ha ku camal falo ayib wuxuu yidhi wa amaa ahlu lquwa dadka awoodda leh xoogga leh ya نصري يقول قاري كرو واحد اسكعلين كري وأما أهل القوة فإنما يعملون بآية قتال أئمة الكفر الذين يطعنون في الدين وبآية قتال الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون آيات كي سودك حلق الدنباء أود لها ومركز تلمامي إن عدو قوضة أي لدك ألما آيات كامركها كو عمل فلواه awood baad leedahay aayadahana ku yaal tabar ma haysid aayadahan iyo nusuustana ku yaal soo xaalado kala duwan ma tayib haddaad xaaladii isku qasta ka war muslimiintii oon tabar haynin oon awood haynin oo aan diyaarsanayn oo wax iska celin karin ayaa dagaal shabsis aayadihii suuratu tawba kusoo degayna waad ku akhriyo ma aha meesheedii maaha meesheedii maaha waa qaldanta ya ama muslimiintii oo awood laho xoog laho urursan oo wax iska celin karo oo cadowgooda iska celin karaa waxaad ku akhriday aayadihii safxiga iyo sabirka ya safxiga iyo sabirka war maya nusuus kalaa iskale meesha iyadaa soo maarata xaalku marka waa kala duwan yahay ninkii culimadaha marka masaa-isha noocaas oo kale marka uu cilaajinayo waaqicuu fiirinayaa wuxuu leeyahay maya tan siday u muuqato dhib inay muslimiinta gaadhaan mooyaane dheef ka keeni maayaane war sabra oo adkaysta oo waxa idin gaadhaya dulqaata oo dagaal iyo gacan ha qaadina xaalad kaleeto markay timaado taa ka gedisan fatwa bixinayaa taa ka duwan leana xaaladaa ka duwan labadii fatwa marka laba xaaladood oo kala duwan bay ku saabsan tahay ee wax iska hor imaanaya maaha adiga waxaa laga yaabaa inaad u qaadatay inay iska hor imaanaya hadalkaa sheekhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmat ullah mid la mid a waxa iska leh alimaam zarkashi wakadalika suyuuti oo ka soo naqliyey laakiin aan caswi samaynin hadalka zarkashi uu soo guuriyey aayadaha safxiga iyo sabirka iyo aayatu sayf mays nasakheen mise isma nasakhin hadal aad u qiimo badan bay leeyihin labadooduba burhaanka iyo itqaanka
طيب waxa shabahata iyada ah ee muxuu ahaayay iyaduna waa xaalada kala duwan oo laba xaaladood oo kala duwan bay ku saabsan tahay fatwada iyo mowqifka ninka culimada ah laakiin adiga ismoodsiyay inay isku mid yihiin asagu laakiin warkiis kama hor imaanayo mithaal kale waxaa dhihi kartaa arrintu inay ku kala gedisan tahay xagga ilaaqa iyo tacyiinka ilaaq iyo tacyiinka maxaan ka wadnaa waxaa kala gedisan xukumku markuu si caama loo sii daynayo oo loo sheegayo iyo marka meel la saarayo oo lagu dabaqayo waa kala duwanta maalan waxaa tidhi ninkii khamra caba waa malcuun ninkii ribo qaatana waa malcuun waa xukum caama soo ma xukum caama waa ruux gooniya kumaada ridin xukum caamaad sii daysay aayad baad sheegtay xadiid baad u sheegtay waa xukum caama طيب وحكوي ميت كي خمرة عبي عبدي أو خمرة عبزن باكوي ما عدي ملعون باتامي عدي يا هكا قدو أنت هل إذا هذا تن التعيين بل إذا هذا وحكم خاصة وحكم كي أو ميل لصاري شخصي لصاري ميل لقود تشينيو ضائفية كوح لقود تشينيو واقع معين الله صار يتنزيل لقصة ما ينهيه مرنا وحكم عامة وحديك رتمر كان يكح علماء إنه حكم كعام كأمر سيدا يي مرك يتمد حكم كي إنه واقع على لقطة بقنا إنه كاستاج أو قطة بق واقع يو سك جدسا أقابله مثال هذا وحكو عدالة حديث النبي صلى الله عليه وسلم عليه أنو نبأنه مثلا صلاة الدوران كبد حنه صلاة كبد وحوي مثلا حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما رسولك صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة روحي مردي سيدة حرق كبير درت يدنا أجيدة إلهي ما ننت قيامة ما في ريو صحيحكم عامة ما والرقة هنا أدولك كجيدة مرض هذا كبيرنا أيكاته هذا حرق كبير وصمين يسو إلهي ما ننت قيامة كفيرين ما وحكم عام طيب هذا الكلام كن النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر باي مركز وحول إن أحد شقي ثوبي يسترخي رسولك إلهي يوم مرض إذا الله بدأ إذا بنعم ميت كم إذا أيها هوس الرارع سما هاي ولك جارية مرض إذا الله بدأ بنعم ميت بهوس الدقية مركز ولك جارية آه إلا أن تعهد ذلك من إنهم كد دالموي والعليموي مركز النبي صلى الله عليه وسلم إنك لست تصنع ذلك خيلاء أذوقوا متهيد من حرق كبير أسمي وفير صدى حكم كي عام كامركو النبي ويجري سو أبو بكر اسكو ما تضبقين أبو بكر روحه أقاتي حكم كإنو قلي عينا تعيين واي بركة حكم كي اسكو تضبقي حكم كي اسكو تضبقي بو النبي صلى الله عليه وسلم يري أذيقكو كو ما تضبق ما يه ماشا وحا كتيرا الذي حكم كأيا كامه سوسة اسمه مركب وحويان يعني حكم كعام كأيا وحى كلا دون هي خاصك طيب تطبيق بس حديث البخاري غير في سوسة مثال لبات حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان كبس عذبة النبي صلى الله عليه وسلم وحي لي أنس وحي لي رسول صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشرة خمر ذا وحي النبي كل عن ذي شن وحنو جرى طبن طبن بكل عن عصيرها ميت كميرة خمرة الديارية ومعتصرها ميتك هجاتي سنة يلو هجاتي ومبتاعها ميتك إيب سنة وحاملها ميتك حمبارة السدة والمحمولة إليه ميتك لوسي وضو اللو حمبارزين وشاربها ميتك عبية وساقيها ميتك ورابينها يأشربها ويلك كوابك أشربها أو ويترك ويترك وكين كينه وآكل ثمنها إيا العكت إذا ميت كحوني طبعا كاسو نبي وخمرة كل عمل حديث كترمي الماجب صوصاري وانا حديث سنة كيسو حسن يهي وحكولي الضريق كلنا ولي هاي ابن عمر يساقنا ولا قوريا طيب ماشي عم حينو كفا هني مرك وحي خمرة على أقل يا شيبه ولا عندين وحكم عامة حديث كان كالأوفير مرك قرب لك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وحكولي هاي
نمبا أن رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا نين واحد جرى وقتي النبي الصحابة كم ده ومجد عيسى ليه هذا عبد الله نان استي سنة حمار بالديجر حمار وضمير وكلام معنا واسكال لقب وانا نيس وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي كقسلين جرى يا نفكهات بدن النبي كقسلي وهان جرى رضي الله تعالى عنه وارضاه. طيب وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب الصغو خمرع بسنبا النبي قال الله كان مركزه تشي الله الرسول صلى الله عليه وسلم فكر باشي فأوتي به يوما فأمر به فجلد مال لباد بالك يعني الصغو خمرع بسن هذانا مركزه هذانا الله تشي الله لكر باشي كدور قول الله سوء العليو الصغو خمرع بسن ولكينا هيو الله تشي الله أيها الناس حافظي كم إذا وحول اللهم لعنه إله كان لعنة كرت لعنة كقول عظيم ما أكثر ما يؤتى به فربضنا أنت اللي كينا هي خمر إسرع عبسنا اللي كينا يوح لعنة كقول عظيم لعنة إله كقول عظيم يا سو خمر ما عبسنا نقول نصور مده إنك خمر عبي ولا لعنة سيء سحابي يقول نصور مده لعنة إله كقول عظيم كما هبار نبي محمد صلى الله عليه وسلم وركاسي نقول الحمد لله وور صح يا لأن الحديث كنبي قال الله عنا ذي نكن يقول الله عنا ذي عينا لكن النبي يقول صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه وركد هاي الله عنا ذي معايا لي فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله أنت أن أوجه هاي بيوري إلهي رسولك يسوج علي هاي رسولك صلى الله عليه وسلم وأنا من خمر يعبه إلهي رسولك يسوج علي شدد معايا تمر وجدد وحي تهاي النبي قوال عن هذا سجود نكي خمر عبي كي خمر هذا عبو دور جور لكنه الله تشير الله يمركي شخصيا الله عن هذا النبي قه وادي ذا وحول عن هذا كداية ورسول الله زودي شجع ما إني عن هذا يمكن هذا نكداية ما حدو تري ورجال ما فهم كرت إيه الكيس فهم كرت مسألة مركا عام تهي أو سيقو تهي ومركا الشق عيد قونية أين كسع عنين عام ولا سيد دينية لكن مركا الشخص قونية وكسع بسنته الله صار يا الناس الله قد بقى يو مركا وحلق يا بائني كجد سناتو تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض مؤمنين تيو صوت كينا يعد كينا كره وقادنا نبيك الصوت كي سها كسر مرينيا هذا الكينا نبيك أكتي سها تاك تاكينا وصل لك هذا الكلام كان النبي قال لك كذب سدى آية دا سودكت آية دا سمرك سودكتي صعامة ولي وحليلي أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون عمل كينا هوبا إذن كون أوجين وخلص نسعى هذا كم إذا لديه شيري ثابت بن قيس بن الشماس قولنا هذا الجهوري أو هذا الكيسو تاك تاكنان شيري نضدك على هذا يعني تاك تاكن وكل هذا الدير أيامك يا آية سود كتب وحولي أنا الذي كنت أرفع صوتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم حبط عملي وأنا من أهل النار نينك هذا الككر قادي شري نبي أكتي سواء أنا قبل يا آية دبك هذا ليس عمل كيجي وأود ما دي وحن سمي وده هري وأود ما تي واتجي ضدك النار تناك ميت بانهاي آية دي صاروس حكومي ولما انت موسى كوكا سنين وجلس في اهلي حزينا قريجي يسين تو اسكتجي يسكفرست مصابحه ومروكسيه وأوية والبارسيه مصابحه ففقده النبي ففقده رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وعي رسولك حدور هذه ورآه انك ثابتها ولا وعي فانطلق بعض القوم اليه فقالوا له ركب مركة تجي وقريجي سيئان ولا الرادي ويتجن قريجي سوتشو مركز وحي كويلادن تفقدك رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك ورسولك كور الرادين هي والو هي مع الله دنيو سي وحك هي حقري وكفرسي دو سبيح مساجد وما ودي ماله لو لسوا كده حكو دع مركز وحي انا الذي ارفع صوتي فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم انا وحنا هي نينكي عدكيسي هادلكيسي كور او قادي جيري نبي اكتي صلى الله عليه وسلم واجهر له بالقول هذا كان تاك تاجي جيري بان حبط عملي عمل كيجي وأودمات وابابع وهوت وأنا من أهل النار أهل النار كان كميت بانه ساس درادت ماشاء الله غيرك سوى هيا حال كيجي نوا أودمات وايدمات ذات كي وصل الله بتن رجع يوتشي النبي جي فرينتي وكان صلى الله عليه وسلم
markaas nabi wuxuu uhi sallallahu alayhi wasallam la bal huwa min ahli aljanna ya ahlu nar ma ahe ahli jannu ka bidi hay nabi sallallahu alayhi wasallam warniki hadalka taagtaagahay ee hadalka kor u qaadahay ee aayadi ku soo dagtay an tahbada a'malukum wa antum la tash'urun ee isagii isku dabaqay fahmay bay inuu iyadii ku fadhido ee nabigi yiri maya adiga laguma jeedo ya ma tihid maxay kala tahay marka waa xukum caam ah waa itlaaq iyo waxaa la kala yidhaahdaa tacyiin ha ninka caalimka marka waa kala duwi karaa hadduu kala duwana saasay u kala duwan yihiin waa madhabu ahli sunna waljamaaca bal wuxuu leeyahay sheekh lislaam ibni taymiya ciddii tidhaahda nusuusta waciidku fardi kasta way qabanaysaa ninka yidhaahday madhabkiisu waa ka xun yahay madhabka khawaarijta nusuusta waciidka ee caamka ah afraad aynan qabanaynin baa jira ruux shaygii la yimid haddana aynan qabanaynin baa jira ama waxaa jira maanic ama shardi baa la waayey ama xasanaad buu leeyahay waxyaalo kaleetaa reebaya xukumku inuu qabto shaksiga ama si tacyiina ugu dabaqo macnaha xadiidkaasi waa xadiid axmed iyo bukhaari iyo muslim baa soo saaray lafdiga haddaan akrinina waxaa iskale waxaa iskale muxuu ahay axmed baa iskale haddaynu ku darno islabaabkaa laftiisa iطlaaqa iyo tacyiinku inay kala qaadan karaan laba jawaabood oo kala gedisan waxaan ku dari karnaa qisadii xudaybiya rasuulku sal alayه wasalam wuxuu riyo ku arkay xudaybiye markuu usoo socday usii socday intuusan xudaybiye la tegin maka waa sanadkii lixaad makana quraysh baa haysata gaaladii baa haysata wuxuu ku riyooday isagoo maka galay oo beytka ilaahay dawaafay saxaabadiibuu u sheegay isagoo madiine jooga waxaan ku riyooday innagoo kacbadii tagnay dawaafaynoo aamin ah ayib waa la baxay marka fariintaasaa la qaatay maxaa lagu talagalay in sanadkan socdaalkan la socdo kacbadii la dawaafi doono maxaa nabigaa ku riyooday soo ma riyadiisuna waa waxyi soo ma riyada nebigu waa waxyi waa loo waxyooday waxaa lagu talagashan yahay marka sanadkan in kacbadii lasoo dawaafi doono waa la baxay marka markii la tegey maka la dego xudaybiye la tegey ayaa dee waxaa dhacday in laysu diiday inay tagaan beytkii iyo kacbadii waa laga hor istaagay adeer ma gelaysaan waa kii la wada hadlay waa kii heshiiska la saxiixay qodobada heshiiska waxaa ka mid ahaa sanadkan inaad iska laabataan oo idaan cumraysanaynin sanadka soo socdo sanadkii toddobaad ee hijriga ah sanadkaas soo cumraysta idinka oo shuruuda ku imaanaya meeshii bay nebigii saxaabadiisa ka soo laabteen sal alay wasalam ayib halkaa su-aal baa ka dhalatay marka su-aashaasi maxay tahay cumar baa wuxuu yihi rasuulku ku yihi sal alay wasalam afalam takun tukhbiruna annaa sana'ti albayta wa natuufu bihi rasuulka ilaahay uu soodigii noo sheegahay inaanu kacbada tegi doonnoon dawaafi doono warkaad noo sheegaysay haddana dhexdaan ka soo noqonay a warkaad noo sheegaysay yaa dhahay cumar ya madiina la joogaa kacbadaan tegayna oo soo dawaafi doona dhexdaa laga soo noqon su-aal baa tii aawe warkaad noo sheegaysay maxaad ku jawaabi ma iska hor imaanaysa arrintu cumar baa u qaatay laakiin saa maa cumar baan fahmin saas daraaddeed baa nebigu wuxuu ku yihi sal alay wasalam bala waan kuu sheegay buri warkaa waana jiraa afa akhbartuka annaka ta'tihi caamaka haada inaad tegayso dawaafi doonta anugu waan kuu sheegay laakiin ma sanadkan iyo socdaalkan baa tegi doontaa baan ku yidhi maya waay soo hadal guud kuuma sheegin haa dee hadday sidaas tahay fa innaka aatiihi wa mudawifan buhi buuri soo ma waa tegi doontaa waadna dawaafi doontaa buuri khalaas marka sanadkan yaa u qaatay ma nebigaa ku yidhi cumar baa u qaatay soo ma waa tadbiiq waay waa tanziil waay asagaa naska meesha saaray hadalka nebiga sidaa u fahmay laakiin nebigu sal alay slam hadalkiisu wuxuu ahaa hadal aan wakhti lahayn waad geli doontaadna waadna dawaafi doontaan sanadkanna ma sheegin sanad dambena ma sheegin hadal guud buu ahaa cumarna wuxuu u qaatay inay sanadkan tahay wakhti buu ku tanziiliyey hadalka nebigu sal alay wasalam iskama hor imaanaynin waa hadal caam ah laakiin tanziilka cumar iyo meesha uu fahmay ayaa khaldahay nebiguna waa u saxay salawaatu rabbi wasalaamu calayh soo ma aragtaan
هل كان مركب حاكم مغضى مر مركب غاركود فتوضع عالمك إيه موقف كيسة ننك مجتهد كأ ننك مفتقة فتوذي سمرنا وحي قد عكرتا سي عام قد عكرتا مرنا سي خاص وتعيينا فتوذي مركب تعيينك وحد عكرتا إنه خلافته تي قد مثلا تصال هذا المبحنو هو تصالي الفرض لكن مثلا وحاكمي نن علماء وحو يري إن قال الله صرع ومسلمين لله دقالهم مظاهر الله سمير وناقد من نواقض الإسلام وواحد دين تلقى قبح ساسو يري مثلا حدو باك وحي صرع ذي قال صرع ولا ويدي الشيخ كوحده هسي قال هذا صرع ذي ما قاله قالوا ويدي ما يبقى وصديقي شلي ترسيه بالكويري نيكي قال صرع اي وقال قال هذا قال هذا صرع ذي وقال ما ده حتى هذا الكاكي جوابت هذا السبوري ما نيسا عام يجي روحي ان فهم كيسو قارسنا وحولي والله وارون يا وذات كويهم بوال لوغا وركيسو اسكو دعدعي فما وركيسو وايهم وايسا صارنا مسيحة بحيكو كالكد سنت هاي مركا الله ذا هاي كوحدا يهبل حكم مركا الله ذا هاي وحالة دي خاص كا هاي دوا صوما حالة دا خاص كا واحد فيرين يسا شروطي ما أوسطي يا ملقه علي حالة دو دا لقيمين جهل با هيا مكرهين با حالة دو دا فيرين حكم كودو حكو سابسين باريس خاص يقال لغا سمي لكن مركا دا حكم كسيد دين يسو وحكم عام وحتي مثلا عدي عدان الله أهين باردة وقال دين توك بحيا مسكين للوجو يبعدو تمت وقبر كرتشو وش عبد القادر جيلاني وقاهي هورينا معدو تلو القرآن كون وشة سنة دون وشة لينك الله عدان أهين باردة وقال ميت كان عام قبر كرفر دي ش عبد القادر جيلاني وشيخ ويس وشيخ نور وذا قاهي باتير قال وباتي ما كان في راح لفوت يا وكل دوانت وذات كي كويري شلي تونيكي عدا أن الله هين بري وقال وحوم عامة مركي نين الله عدا أن هين بري يا أذوك ين توتر الشيخ كاني مقال به ما كنت خلص قرط مو عسية مركاسي وحوي وحالة خاصة وتعيين وتنزيل كي نسكة مركا حوم كجدي سنبو يصابيح كرنيك علم ده وليه كرا ما هو جاهل مرة دو جاهل حكمكم ما قبنا إلى الله شجع وحلا بره وصدي شال نقول دينك إله حيث إذا نبري وقال هذه وركع واسكور ما نهي ورمي اسكور ما يهذا يفهمي هذا المسألة ده فهم سنين سداس درادد رأيك أما موقفك أما اختلافك فتوى ذا نك علم ذا أكويم وحدك كرت إنه سن لبح على ضاد وكل الدون وكسب سنين هاي أو مدينا فتوى أي تهاي عامة من نأي تهاي تعيين هي تنزيل هي حالات خاصة حكم الباهن واقعة معينة شخص معينة كوح معينة أو حكم كي أرنتي كل عضي حكم كي مقاضنا إسلام إسلام قاضنا ما يسو مركان ومسلكا لبدا سوين إسوافقي كران وينك الدوانان كران تاسين غابك أو دعضنا وحسروا بكر وقتك أين حيا انت سي إن عاوز إن شاء الله تعالى كتشو شنو وحلمي ده أحكام تا ورنم بهالك جلسة باب كل إله هذا باب الأسماء والأحكام ورنم بهالك جلسة مثلا تبدي أنت الروح هنا تبديش بيدعو كدعي بيدعو كدعي إن ترى هذا الروح إن لفهان ترى مبتدع وهذا أحكامتي مبتدع هذا السيسو هي إن ترى هذا بالعدد جودهان وجهذا شوي كلا دوانت وحلمي ده تفسيق فاسق باتها ظالم باتها عمومك إطلاق يتعيينك ويكالدوينهم باب كاللو يقانو باب الأسماء والأحكام أوردن. أحكام تددك الله ساريو هي مقع الله السيني مسلم قال يا سني مبتدع فاسق مطيع سمارت
يعني أحكامته ضد كل الصين أيوة هي مجا عمرك الروح وقاضنا يحكم كمرك الصين باب كاسورا هل كاسوكو إيمان يا إطلاق يس يتعين كي سوا كل دوين هاي سيدا هذي فتوى أوكل الجديسنا تنا هذا الإسكهر إيمان يومي وهذا المدول بمشي زي مناسب كالله لجاي لكن آفده وفهم كاجا هي أدو صادح وقاضته أو خلدن إنتاسي وكلمة إني هري عاوي إن شاء الله تعالى حبيت دمبي هي قيب طلبات هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.